مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من شوارع العاصمة الاقتصادية وكل الطرق اللي كتأدي المركب الرعب، مركب محمد الخامس. في الأثناء كاين سدود أمنية من أجل منع القاصرين من الولوج إلى مركب محمد الخامس، اللي غادي يعرف احتضان مقابلة ديال الفينال ذهاب ما بين الوداد والسان داونز. يعني شوفوا السدود الأمنية اللي وضعينهم رجال الأمن بخصوص منع القاصرين من الولوج إلى مركب محمد الخامس. هذا براج وباقي السدود الأمنية راكي تواجدوا في المناطق الآخرين. يشوفوا مجهودات كبيرة كيقوموا بها رجال الأمن هنا في شوارع العاصمة الاقتصادية بخصوص الفينال اللي غادي تلعب دونور. فكنتمنوا التوفيق فريق الوداد البيضاوي، نتمنوا على أنهم يفوزوا بشي حصة هنا في دونور باش تسهل عليهم المأمورية عفوا في الروتور. الجماهير الودادية راهم في الأثناء كيتوجهوا لمركب محمد الخامس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، غادين باش يكونوا من الأوائل اللي غيدخلوا التيران. فكنتمنوا التوفيق لفريق الوداد البيضاوي، نتمنوا لهم الفوز بإذن الله. بغينا لهم غير الرباح، ما بغيناش لهم شي حاجة أخرى من غير الرباح. الماتش مع السبعة هذه 3 و4، فنتمنى التوفيق للفريق الوداد البيضاوي اليوم بإذن الله ضد فريق سان داونز. العناصر الأمنية راهم متواجدين بكل منطقة من أجل تأمين الفينال. يعني كتعرف القاصرين كيجيو كيبغيو يدخلوا صحن تيران، والقاصرين دائما هما اللي كيتسبوا في المشاكل وكيتسبوا في الشغب. فالجمهور سواء ديال الرجاء سواء ديال الوداد راه كبير على هذا الشيء وبزاف، يعني كبير على الاعمال ديال الشغاب والفوضى، كبير عليها بزاف. فالجمهور الودادي اليوم حاضر باللون الاحمر باش غادي يشجعوا ويساندوا فريق الوداد البيضاوي. يعني شوفوا كل الشوارع رجال الامن كيتواجدوا من اجل تامين هذا الماتش هذا باش ما يكون لا صداع لا حتى شي حاجه. الله يوفقهم يا ربي والله يسهل عليهم. وكنتمنى من الجماهير الوداديه يعني خصوصا القاصرين باش ما يجيوش للتيران، لانهم غيجيو غيديروا غير الفوضى وغيديروا الصداع وغيديروا المشاكل. يعني بقاو في ديوركم، خليوا الجمهور اللي بعقلهم يديروا الخدمه، يديروا اللازم باش هكذا ما تكونش الفوضى وتكون الروينه. فالسدود الامنيه كاينين في كل من جميع الشوارع اللي كتأدي لدونور. نتمنوا لهم التوفيق يا ربي. السلام عليكم الرئيس، بخير الله يحفظك الله يعزك. يعني شوف السدود الامنيه اللي كاينين هنا في جميع الشوارع اللي كتأدي لدونور. السلام عليكم. يعني برافو لرجال الامن لانهم مامنين الجنبات ديال مركب محمد الخامس ساعات قبل بدايه المباراه. الماتش راه باقي حتى للسبعه، والبوليس حاضرين وبقوه هنا في دونور قبل مباراه القمه. قبل مباراه القمه شوفوا شنو واقع هنا في جنبات مركب محمد الخامس.
تواجدوا كل من العناصر ديال الامن، عناصر القوات المساعده، كل شيء حاضر الاخوان، غير باش الامور دوز بخير وعلى خير وما يكونش شي صداع ولا يكون شي مشكل. هذه الاجواء ديال الاجواء ديال الفينال ديال الاجواء ديال الفينال الاخوان هنا بمركب محمد الخامس. جمهور الوداد راه حاضر بقوه على ما اظن، على ان الابواب راه مفتوحه. عندك تذكيره غتدخل، ما عندك تذكيره راك ما غاديش تدخل. السدود الامنيه على محيط مركب محمد الخامس، وكذلك الشوارع اللي كتأدي لدونو، يعني كل شيء عامر بالبوليس. غتجي غتبغي دير المشاكل غادي يديوك يأدبوك، يعني اللهم خلي البوليس يديروا خدمتهم وخلي العناصر ديال القوات المساعده يديروا خدمتهم. يعني بلا صداع بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه، يعني خليوا الامور دوز على ما يرام. الجمهور بدا كيدخل، البوليس راهم كاينين هنا في الجنبات ديال المركب وعلى مستوى الابواب ديال مركب الرعب. فعندك تذكيره غتدخل، ما عندكش تذكيره راك ما غاديش تدخل، يعني الامور بسيطه وسهله، غير شي وحدين كيبغيو يعقدوها العائله. يعني بغينا اليوم الصنداوز يشوفوا شي حاجه الاخر، بغيناهم يشوفوا داكشي اللي عمرهم ما شافوه، يعني واخا لعبنا معاهم ولعبنا معاهم ولعبنا معاهم، اليوم بغيناهم يشوفوا شي حاجه الاخر، يعني يعيشوا شي حاجه ما عمرهم عاشوها في حياتهم. فكل التوفيق لفريق الوداد البيضاوي. اجواء ممطره، كاين شويه ديال البرد، الناس اللي غادي يجيو البلايص اللي ما مغطينش فحاولوا تجيبوا معاكم المضوله وحاولوا تلبسوا مزيان، لحقاش كاينه الشتا، يعني ردوا بالكم. الناس ديال التريبيون راكم مغطين بلا ما تحتاجوا تجيبوا معاكم شي حاجه، يعني جيبوا معاكم غير المضوله فاش بغيو تخرجوا من التيران، لربما تكون الشتا. أبواب مفتوحة، ما بقى والو الإخوان. هذه ثلاثة وواحد وعشرين دقيقة الماتش مع السبعة، ما بقات إلا دقائق أو لا ساعات قليلة. يعني ما بقاش بزاف على المباراة القمة، ما بقى عليها والو، غادي تلعب الآلي هنا في مركب محمد الخامس، والروتور بإذن الله غادي يكون عند سان داونز. فمعنا الزميل صلاح يحاول يقربنا من الاجواء هنا بمركب محمد الخامس، وشنو التوقعات ديالو للماتش؟ شنو التوقعات ديالك؟ مربوحه ان شاء الله على الاقل 1-0، لان ماميلودي ماشي سهله وماتش غيكون صعيب، غيتلعب على جزئيات، غتكون الكره ضد الكره، ونتمناو ان الوداد يكون في نهاره ويسجلوا على الاقل واحد باش يفرحوا الجماهير الوداديه، ومنين يمشيوا اللي عندهم الجنوب افريقيا على الاقل يخرجوا 0-0 وان شاء الله يفوزوا باللقب. هذا هو الحلم ديال الوداديين. احسن حاجه قلتي هي غنشوفوا الكره ضد الكره ضد الكره، وهذا اللقب هذا غادي يهديه للروح اسامه فالوح ان شاء الله باذن الله. الله يرحمه والله يوسع عليه ضيقه القبور. ف
فديل الأجواء الإخوان بمركب محمد الخامس. نتمنوا على بإذن الله لأن هاد لاكوب ديال الوداد تهديها الروح أسامة فالوح الله يرحمه ويسع على ضيقة القبور. إن لله وإن إليه راجعون. الفرحة غادي تكون كبيرة ماشي بتتويج وإنما فاش غيهديوه الروح أسامة فالوح لأنه كان باغي الوداد ديال لاكوب وفرحان بالوداد. قدر الله وما شاء فعل. الحسن كيقول لك مربوح ان شاء الله ديما وداد عادل. كيقول خاص الوداد تربح بجوج لصفر. داكشي اللي كنقولوا خصنا الوداد تربح على الاقل بواحد ولا جوج يعني تربح هنا وما تسجل على حتى شي هدف. وفاش نمشيو لجنوب افريقيا هذيك الساعه نزيدو نزيرو الطرح تما وما يتمارك علينا حتى شي بيت. فالوداد كتمثل المغرب في هاد لاكوب هاد ناتشي علاش كنتمناو على انهم يربحوا ويديروا اللي عليهم والجمهور حتى هو غيدير اللي عليه ونتلاقاو في بث اخر باذن الله من دابا شويه بجنبات المركب او الابواب اللي كيدخلوا منها الجمهور دويداد. تبقاو على خير.